بلشت فيه من ورثتها من حماتي وأمي. ببلش فيه من شهر 8، في آخر 8 بلش فيه، بقطعه وبعدينش بدقه وبعدينش بنشفه وبعدينش بغربله وبعدينش بوزنه وبعبي في زرو. بالنسبه لنا احنا يعني بالنسبه لامي تعتبرها الذهب الاحمر بالنسبه لامي، لان بتستناه دائما هيك وخلاص عندها صار زي هوايه. يعني لما حدا منا بده يجي يبني في مكان فيه شجر سماق بتزعل لما انه نقلع منه او انه هذا الشجر مثلا من شو اسمه، فدائما هي محافظه على الشجره. وعاده هي يعني بتكون كميه من 200 كيلو 250 كيلو، يعني بتحكي عن ربع طن سنويا تقريبا بتنتج منه الحجة. Thank you.